جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع مانشيت. بداية مانشيت لهذا اليوم مع صحف دمشق التي قدمت في عناوينها ملخصا لأبرز التطورات الميدانية والأمنية في حلب، إضافة لعرضها آخر التصريحات السياسية. فنقرأ من الثورة السورية أبرز العناوين التي جاءت لهذا اليوم، ونبدأ في أول العناوين لهذا اليوم. الدفاع الروسي: قصف الإرهابيين للمباني السكنية والممرات الإنسانية بحلب لم يتوقف. الجيش يستعيد بعملية خاطفة بلدة مينيان، ويطوق الإرهابيين المتسللين إلى ضاحية الأسد بحلب، ويواصل تقدمه في خان الشيح بريف دمشق. إرهابيو واشنطن: المعتدلون يستهدفون منطقة الحمدانية السكنية بقذائف سامة. سالون الأمريكي: السعودية تدعم المتطرفين في سوريا وتمول برنامج التدريب الأمريكي. إصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية دهس في بيت أمر واستشهاد المنفذ. ترامب يتهم وزارة العدل بحماية نشاط كلينتون الإجرامية. وأيضا: الجيش العراقي يحرر مناطق جديدة، والحشد الشعبي لا يكترث لتهديدات أردوغان ويتوعد بالرد. وننتقل مشاهدينا إلى صحيفة أخرى من صحف دمشق التي قدمت تحليلات متكاملة لواقع الأمور على أرض الميدان وانعكاسها على طاولات الاجتماعات الدولية. فنقرأ من الوطن أبرز العناوين التي جاءت لهذا اليوم. بأغلبية أصوات مجلس النواب اللبناني، العماد عون اليوم رئيسا للجمهورية: ديمستورا مصدوم من مسلحي المعارضة، والفتح استخدم الكيميائي. الجيش يستعيد مينيان ويتقدم في ضاحية الأسد بحلب. تركيا تنتظر رد أوباما بخصوص الرقة، وتسخين لأزمة منبج. أمريكا تعتذر لروسيا عن اقتراب مقاتلتها من طائرة روسية. موسكو جددت التأكيد: الطيران لم يحلق فوق حلب طوال 13 يوما. كلينتون في وضع دفاعي، وترامب يستغل رسائلها الإلكترونية. والقوات العراقية تستعيد السيطرة على 61 قرية وتقترب من الموصل على الجبهات الجنوبية. وأيضا: مقتل 6 إرهابيين و4 جنود مصريين في عملية أمنية للجيش المصري، وذلك في سيناء. أما صحف بيروت فتصدرت جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إضافة لعدد من الملفات العربية والدولية التي نطالعها في صحيفة السفير اللبنانية لهذا اليوم. فنقرأ من السفير أبرز العناوين التي جاءت. ميشيل عون الخامس الرئيس 13 للجمهورية: الجيش يحتوي الهجوم والنصرة تحت امتحان الخضوع لأنقرة. الغزو المركب لحلب بأوامر تركية. غضب في المغرب، نهاية بائع سمك. السعودية: مخطط لداعش مرتبط بسوريا. الإسرائيليون عن انتخاب عون: حزب الله ينتصر على السعودية. اليمن: مجزرة جديدة للتحالف. اتهام المسلحين باستخدام غاز الكلور في هجوم حلب. وأيضا: تركيا إقالة 10,000 موظف وإغلاق 15 وسيلة إعلام. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية ونقرأ ما جاء في الأخبار من عناوينها لهذا اليوم، ونبدأ بأول العناوين في صحيفة الأخبار، وفيها: نهاية 8 سنوات من الشغور الرئاسي، استياء في إسرائيل، حليف حزب الله رئيسنا، معركة حلب، هجمات مضادة للجيش، وماراثون الباب مستمر، مجزرتان في تعز والحديدة، وهادي يرفض خطة ولد الشيخ، صدمة أممية من قصف المعارضة العشوائي على حلب، مواصلة المعارك بأهداف واضحة، الحشد يقفز فوق عقد الموصل. إسبانيا روخوي رئيسا للحكومة: الأزمة السياسية بدأت الآن. وأيضا: بروكسل تفرض اتفاقية التبادل الحر، وذلك مع كندا. أما صحف القاهرة فرصدت واقع الشارع الغاضب والتعديلات الوزارية التي سيقررها البرلمان قريبا. فنقرأ من الجمهورية المصرية أبرز العناوين التي جاءت لهذا اليوم.
وبدأ العد التنازلي للتعديل الوزاري. البرلمان يبحث سحب الثقة من الحكومة، الشارع غاضب، النواب خيبت أمال الشعب، لم تلتزم بتوجيهات الرئيس، القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لرفع آثار السيول، شغب في البرازيل بسبب ترامب وكلينتون، القوات العراقية تواجه الدوما المفخخة في معركة الموصل، اتهام المعارضة باستخدام غاز الكلور، هجوم مضاد للقوات السورية لاستعادة السيطرة على حلب، وأيضا التونسيون يتجاهلون دعوات الاحتجاج. بالانتقال إلى صحف الأرض المحتلة، نجد أنها عرضت فلسطيني، فنطالع من عناوين الأيام المقدسية أبرز من جاء لهذا اليوم من عناوين ونبدأ. الاحتلال يعدم شابا بزعم تنفيذه عملية دهس قرب بيت أمر، رئيس مستوطنة يطالب ليبرمان بضرب سكان الضفة بيد من حديد. الرئيس عباس: سنطرق باب الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة وللمطالبة بوقف الاستيطان. إسرائيل تسعى لعرقلة مساع انضمام فلسطين إلى الانتربول. إسرائيل تدشن مشروعا ضخما في مدخل القدس الغربية ضمن مخطط القدس الكبرى. هأرتس: الاستخبارات العسكرية تتراجع عن إغلاق وحدة حيتسب. أما الصحف العربية الصادرة في لندن فتناولت معظم تطورات المنطقة، كما صدرت الغضب الذي ضرب شوارع المغرب، في حين غاب عن عناوينها الرئيسية الملف اللبناني. فنقرأ من القدس العربي أبرز ما جاء لهذا اليوم من عناوين ونبدأ. مظاهرات تعم 40 مدينة مغربية احتجاجا على طحن بائع أسماك. تفجير في بغداد يقتل 7 ويصيب 26. الجيش المصري يعلن مقتل 4 من عناصره في سيناء. السعودية تعلن إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف مباراة لكرة القدم بين منتخبها ومنتخب الإمارات. 6 قتلى في مفخخة في بنغازي، بينهم رئيس المنظمة الليبية لمكافحة الفساد وعقيد في سلاح الجو. وأيضا إطلاق النار على مستوطنة في الضفة واختارات بوقف البناء في الخليل واقتحام للأقصى. إلى هنا مشاهدين ننهي مانشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم. كتب محي الدين المحمد في تشرين السورية: أكدت السنوات الست من سنوات الأزمة أن سيطرة الإرهابيين على أي نقطة هي سيطرة مؤقتة، وأن دحرهم منها آت لا محالة، على الرغم من كل الدعم العسكري والإعلامي والسياسي الذي قدمته وتقدمه أمريكا وأذنابها لهؤلاء الإرهابيين الذين تم استقدامهم من أكثر من 100 دولة، وصرفت عليهم مليارات الدولارات، ومواجهة الإرهاب حتى اجتثاثه من أحياء حلب ومن كل المناطق التي يوجد فيها ليست خياراً مدعوماً بإرادة شعبية فقط، وإنما هي قدر يعمل السوريون وحلفائهم على مواجهته بإرادة تحقيق النصر بدماء شهدائهم بقوة الحق والعزيمة ودعم الحلفاء والأصدقاء. كتب طلال سلمان في السفير اللبناني: لا يهم عدد الأصوات التي سينالها العماد اليوم في الجلسة 46 للمجلس النيابي كرئيس جديد للجمهورية المقطوعة الرأس المعدومة القرار منذ 31 شهراً، وخصوصاً أنه سيصل إلى قصر بعبدة من دون معركة فعلية بعدما قرر المعترضون أن يعبروا عن موقفهم بأوراق بيضاء. المهم أن العماد عون سيكون هذه المرة رئيساً شرعياً منتخباً حسب الأصول بأكثرية تتجاوز الثلثين، ولأسباب عديدة أبرزها ضرورة ملء الفراغ في رأس السلطة بعدما أنهك انعدام القرار أو عشوائيته أو الشبهة في كيفية استصداره الدولة والشعب على مدى 2.5 سنة. كتب علي حيدر في الأخبار اللبنانية: لا تستطيع إسرائيل تجاهل حقيقة ما ينطوي عليه وصول حليف حزب الله إلى منصب رئاسة الجمهورية، وما قد يرفع من درجة القلق في تل أبيب هو الرسائل التي ينطوي عليها هذا التطور داخلي، كونه أتى ترجمة لموازين قوى إقليمية ومحلية. أيضا تدرك إسرائيل أن اضطرار خصوم حزب الله المحليين والإقليميين إلى التسليم بوصول العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية في ظل مروحة تحالفاته ومتانته يساهم في تحصين الجبهة السياسية الداخلية لحزب الله في لبنان الذي يتكامل مع استراتيجيته
في الردع والدفاع إزاء إسرائيل، وأيضاً في مواجهة الأخطار التي تشكلها الجماعات الإرهابية والتكفيرية على لبنان. بعد 31 شهرا من الشغور الرئاسي وخلافات عصفت ب 46 جلسة لمجلس النواب اللبناني، حسم الأمر وسيصل العماد ميشيل عون لقصر بعبد المهجور. اللبنانيون على موعد مع تغييرات جذرية ستطال الأوضاع الداخلية، فهل سيكون انتخابه تمهيدا لتسويات كبرى تطال المنطقة؟ من سيحتفي بهذا الحدث ومن سيبدي قلقه؟ كل هذه التطورات أناقشها مع ضيفي من بيروت الأستاذ رفعت بدوي المستشار والخبير في الشؤون الإقليمية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. بداية أستاذ، بعد جلسة مجلس النواب اليوم، برأيك كيف سيكون المشهد في لبنان داخليا؟ هلا بالتأكيد أنه في اليوم سيتوج العماد ميشيل عون بعد الذي حصل من قبل سليمان بيك فرنجي بتصويت لصالح الورقة البيضاء، يعني لصالحه في الورقة البيضاء، لم يعد هناك من منافسة قوية للعماد ميشيل عون. بالتأكيد سيتوج اليوم بتوافق الجميع تقريبا، يعني الدعم سيكون ليفوز من الدورة الأولى، لأنه أنت تعلمين إن لم يفوز بالثلثين في الدورة الأولى فهناك دورة ثانية، فكل العمل اليوم جار على أن يتوج العماد ميشيل عون ويحمل لقب فخامة الرئيس من الدورة الأولى، أي بأكثرية الثلثين. بعد انتخاب ميشيل عون رئيسا للجمهورية 13 في لبنان، بالتأكيد سيكون هناك من مراسم واحتفالات باستقبال التهاني في المجلس النيابي، ومن ثم صعود رئيس المنتخب إلى قصر بعبدة الذي بقي منتظرا لأكثر من سنتين ونصف لأن يملأ هذا الكرسي، كرسي الرئاسة الأولى. لا شك، مما لا شك اليوم أنه اليوم سيكون للبنان رئيس الجمهورية، لكن يجب على الجميع الاعتراف والإذعان لأنه مجيء العماد ميشيل عون هو بمثابة انتصار لمحور المقاومة، محور سوريا، إيران، حزب الله، محور الصمود، محور كل الذين صمدوا في مواجهة هذه المشاريع الكبيرة التي لا تريد للمنطقة ولا لسوريا ولا للبنان إلا التفتيت والذهاب بعيدا نحو يعني المشاريع التفتيتية. الكثير من المحللين اليوم ينظرون إلى إسرائيل، كيف تنظر إلى مجيء حليف حزب الله إلى سدة الرئاسة الأولى، وهذا أمر بالغ الأهمية. يعني هنا أريد أن أسألك أستاذ رفعت، يعني ما هو الرد المتوقع من من إسرائيل؟ طبعا لا إسرائيل لا تستطيع الرد اليوم ولا تستطيع أن تفعل شيئا فيما خص الرئاسة الأولى، القرار اتخذ. ولكن صريحين، يعني أنا يمكن للمرة الأولى سأبوح بكلام يمكن للمرة الأولى يقال بأنه هذه ما يحصل اليوم هو ليس نتاج يعني اتفاق داخلي لبناني 100% كما يشاع في الأروقة الإعلامية أو في الصالونات أو ما شابه ذلك. لا، هذا الأمر بدأ يتبلور منذ حزيران الماضي، أو يعني منذ تقريبا 3 أو 4 أشهر. جاء في نهاية الأمر يعني تم التوافق بين دول إقليمية ودول أوروبية، يعني بين إيران وفرنسا الولايات المتحدة، وسوريا كانت أول من تعلم في هذا الأمر. ولنقل في كل صراحة بأنه سوريا هي لعبت الدور المؤثر في وصول العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة. يعني أنا حكون صريح كثير معك، يعني لأنه هذا الأمر الذي يتم تداوله بأنه هذه صناعة لبنانية 100%. فمن أجل ذلك، في العودة إلى سؤالك، هذا انتصار لمحور المقاومة، وصول العماد ميشيل عون، على الرغم من يعني من بعض التحفظات لبعض الشخصيات، وأنا سأكون أيضا صريح معك، أنا واحد منهم، لكنني أعترف بأنه هذا الأمر هو انتصار لمحور المقاومة. لكن إسرائيل لن تستطيع فعل شيء، لأنه إسرائيل مشروعها إلى انحدار وإلى انحصار، ومهما يكن لن تستطيع تغيير شيء في المعادلة التي تم الاتفاق عليها وباركتها سوريا.
نعم، يعني هي عبارة عن مجرد تنديدات متوقعة، ولكن في سياق لما تحدثت عنه اليوم تحدثت عناوين الصحف عن سيناريوهات خفية لم تخرج للعلن بعد، وهي التي كان لها دور في تحقيق الإجماع والتوافق على شخص العماد عون. برأيك ماذا نستطيع أن نتحدث عن تحليلات هذه العناوين؟ يعني هي بنحكى كثير، بس انا اعطيتك موجز كامل، انا اعطيتك موجز كامل لان لما حصل للمرحله التي سبقت الاتفاق على وجوب حل ملف الشغور الرئاسي في لبنان، وانا قلت لك بانه هذا نتيجه ثمار كبيره يعني من الاتصالات الاقليميه، وانت تذكرين يعني انا اعيدك بالذاكره الى الوراء بانه حتى الاتفاق النووي الايراني تم يعني التشاور فيه بين ايران والولايات المتحده بشكل سري لاكثر من 8 اشهر، ومن ثم فيما بعد يعني ظهر الى العلن. نفس الموضوع كان يعني بين سوريا وايران وفرنسا والولايات المتحده يعني بشكل يعني ولو انه عبر مبعوثين، انما تم الاتفاق في نهايه الامر. وانا اقول لك واعيد واكرر، لولا زخم الجمهوريه العربيه السوريه لم يكن هناك اليوم انتخاب رئاسي في لبنان. نعم، برايك كيف سينعكس وصول عون رئيسا جديدا للبنان على الواقع السياسي في المنطقه عموما؟ على الصعيد الداخلي لابد انه يكون في هناك من مؤيد ومعارض، وهذا امر يعني في بغايه الديمقراطيه، ويعني هذا يعني نفس طيب مثل ما بقولوا، لانه اذا كان كل المعنيين في لبنان هم يعني من المؤيدين للوصول الى الرئاسه لم يعد هناك المعارضه، من الضروري ان يكون هناك مؤيد ومعارض، وانا ساعتبر نفسي يعني اقول لك بانني ساكون معارض بناء، اي بمعنى انه ساراقب عن بعد، والشيء الجميل او الذي يخدم محور المقاومه سنؤيده، والذي يخدم عروبة لبنان سنؤيده، والذي يكون في مصلحة الأمة العربية وفي مصلحة أيضا سوريا والتضامن مع سوريا سنؤيده. كل ما يقال عن تحييد لبنان أو كل ما يقال بأنه هناك يعني هجمة من قبل يعني الذين يقفون ضد محور المقاومة، ايضا سنسجل ونعلن شجبنا لهذا الموضوع. نعم. على الصعيد الداخلي سيكون في هناك من معارضه ومؤيد، على الصعيد الاقليمي في ترحيب اليوم اقليمي، والدليل على ذلك بانه المملكه العربيه السعوديه هي من يقف دائما في وجه محور المقاومه، ارسلت مندوبها اللي هو كان سفيرا في العراق للسرهان يعني تجوله على كل المسؤولين اللبنانيين لإعلان أن المملكة العربية السعودية هي تقف على الحياد ولا تريد أي عرقلة لهذا الموضوع، وهي تريد المحافظة على اتفاق الطائف. أنا أقول لك بأنه الاتفاق الطائف سيكون الامتحان الأساس للرئيس العتيد الذي سيتم انتخابه اليوم، إما الحفاظ عليه والحفاظ على المكونات اللبنانية كما رسمها اتفاق الطائف، وأما إذا كان هناك من يريد اللعب على هذا الأمر فسيكون هناك يعني يدخل لبنان في نفق لم يكن في الحسبان. أعيد وأكرر بأننا سنكون من جانب المعارضة البناءة، أي بمعنى إن فعل شيء يشكر عليه ويخدم محور المقاومة وانتمائه في مواجهة العدو الإسرائيلي سنكون إلى جانبه، وأما إذا كان اتخذ يعني قرارات لا تخدم هذا المحور سنكون ضده في المرصد. نعم، الأستاذ رفعت بدوي المستشار والخبير في الشؤون الأقليمية كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. أما الآن ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. كشفت صحيفة الغارديان عن استخدام تنظيم داعش الإرهابي لحيل تستهدف الأطفال من أجل تنفيذ التفجيرات في عدد من الشوارع العراقية، وذلك بهدف تعطيل عملية الموصل. وتقول كاتبة التقرير إن دمية أطفال زاهية الألوان في شكل دب وضع بقرب الحائط مستندا على المتفجرات التي كان من المفترض أن تخبأ في داخله. ربما لا تلفت تلك الدمية نظر بالغ يمر بجوارها، ولكن بالنسبة لطفل فإن العينين الواسعتين
الساعتين اللامعتين والفراء البرتقالي اللون سيمثل إغراء لا يمكن مقاومته. وتتابع الصحيفة بالقول إن علبة لبطاقة لعب أو دمية أو قداحة أو ساعة يد متروكة يمكن أن تكون قنبلة مصممة لجذب انتباه مار يدفعه الفضول للاقتراب منها، مما يعرضه للقتل أو حتى يعرضه للتشويه. وتكشف كاتبة التقرير مزيدا من الحيل التي يتبعها التنظيم الإرهابي بالقول أو كومة من الثياب القديمة يمكن أن تنفجر فيما يقرر أن يحملها أو في من يقرر أن يحملها للانتفاع بها، ويمكن أيضا أن تتحول بكرة شريط لاصق إلى قنبلة إذا أمسكها شخص. وتختتم الصحيفة بالقول إنه تم إزالة نحو 50 طنا من المتفجرات من مناطق كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. مشاهدينا، نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.